جرت اتصالات هاتفية بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وكل من اخيه صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبد العزيز ال سعود واخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود واخيه صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود امير المنطقة الشرقية واخيه سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. تم خلالها تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك دعنا الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبه السعيده على بلدانهم وشعوبهم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه باليمن والخير والبركات